قصيدة شعرية للشاعر مضواح بن جابر المقرحي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. صلوا على النبي. أولا نبارك للمتخرجين، نقول الله يبارك لكم ويبيض وجيهكم ويشكر مساعيكم، ما قصرتوا جميعا بدون استثناء. والليلة أنا جاتني الدعوة وأنا والله أني مشغول، ولكن حق علينا نحضر ونبارك ونشارك. وأنا والله ما سويت قصيدة، سويت أبيات، أربع أبيات. أبدأ بذكر الله قبل تهرج، صلوا على محمد وصحبه وآله. من بعد ذا ما جيت لجل أتفرج، لو والله هلا جيت أقدم رسالة والعلم نور الطالب اللي تدرج من مرحلة في مرحلة طاب فاله. الله يبارك الجميع، التخرج من طاب في سعيه يطيب الثنا له. يقول يا هاجسي درهم مع الدرب درهام، إلين تلقى مركز الانطلاقة، وليا وصلت النقطة السين واللام مضمون تلقى لك من الورد باقة، لعلها تعطيك فالعزم قدام ما دمت كنق المعرفة والطلاقة. هذا ولا يحتاج تفسير الأحلام، معادلي ينفسر الحلم، معادلي ينفسر الحلم. طاقة أزرع من الأوهام واجني بالأوهام، والربح ما بيني وبينه علاقة، والربح ما بيني وبينه علاقة. لو نفترض الأوهام بنهاية العام رقم يسجل مثل رقم البطاقة، يمكن يا وجه الناس تحكم بالإعدام، ولو ما جرى الإعدام تجري لعاقة. لولا الخيانة كان ما طاح صدام، كنق العراق اللي طغى في عراقه. ما هو بهذا الأمر يا الآمر الهام، ولا موضوعي ولا من سياقه، إلا على طاري مشاهير الإعلام اللي بعضهم له نشاط ولياقة، في كل وقت يسجل أرقام وأرقام، ونظل ما يدري معنى الصداقة. صداقة ما هي على طول الأيام، بيت ما يبنى فيه ساسة العراقة، شيء طبيعي تنفجر فيها الألغام، حظ المفارق يوم لنوى فراقه. مد النظر طير على مرقبة حام، ينبيك بن الكون واسع نطاقه. وأنا خيالي كل ما يسبح وهام، رايد فضاء يم الفضاء رز ساقه، يرسم خطط الأفكار بإبداع والهام، ويفتح من الطاقة 80 طاقة، يبني على الساحة مساحات وهرام مما يهوله للفكر واللباقة. أسهبت عذرا يا مغاوير الأقلام، يغلى نجوم المجتمع والرفاقة، يغلى نجوم المجتمع والرفاقة. من قال ما هو صح تحجيم الأقزام، هذه غشامة عرف ولا حماقة، خبث النوايا السايدة مثل الأورام، من سلم منها كيف يلقى اندراقة، من سلم منها كيف يلقى خبث النوايا السايدة مثل الأورام، من سلم منها كيف يلقى اندراقة، من سلم منها كيف يلقى اندراقة. يا حبذا ويلي يا حبذا لو تحتوي بعض الأيتام، يلي تقول الحو يلي تقول المر حلو مذاقه، يلي تقول المر حلو مذاقه. العمر ما يشرى ولا هو بإنسان، والزاد ما يوكل على غير فاقه، والزاد ما يوكل على غير فاقه. حدد على ما شئت والوعد قدام، ولا دمي في يوم يعلن فراقه. سلامتكم.